بعد أسابيع من إعلان المغنية العالمية ريهانا عن حملها في طفلها الأول من مغني الراب أيساب روكي، الآن تستعرض حملها وتظهر كما ولدتها أمها. ظهرت في عرض أزياء أوف وايت لخريف وشتاء 2023 ضمن أسبوع الموضة في باريس. الشيء الغريب أن مجلات والجرائد الإلكترونية العالمية كتبت عن ظهور المغنية العالمية ريهانا وظهور علامات في بطنها نتيجة الحمل، لكن ريهانا أكدت وأخبرت عدد من الموظفين بضرورة عدم التدخين أثناء تواجدها في عرض الأزياء، حيث أنها ترغب في إنجاب طفلها في بيئة صحية. من مواليد 20 فبراير سنة 1988، أي تبلغ من العمر الآن 34 عاما. أصبح العنوان الأكثر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية ريهانا تسحر الجميع بإطلالتها في باريس بين قوسين جرأة وأمومة. أما عن زوجها، كانت المطربة ريهانا كشفت في السابق عن موعدتها للمغني الراب أيساب روكي منذ يناير الماضي 2020، حيث كانوا مرتبطين ببعضهم في وقت مبكر من عام 2016.